أول مرة المرأة المصرية تدخل البرلمان المصري بعد نضال طويل جدا كان سنة 1957. دخلت بنسبة قد إيه؟ ها خمنوا معايا، 6%، يعني أقل من 1%. أول 2 نائبات دخلوا البرلمان المصري كانت راوية عطية وأمنية شكري. من ساعتها لحد دستور 2014 وإحنا كنا نناضل من أجل أن النسب الضعيفة دي تزيد. لحد برلمان 2014 تم وضع مادة في الدستور، المادة 11 اللي بتقول ضمان مشاركة النساء. في التعديلات الدستورية الأخيرة الجزئية دي اتأكدت المشاركة ب 25% للمرأة المصرية. خلونا نشوف البرلمان الحالي أجمل نائبات. أنا مش بتكلم من حيث جمال الوش، من حيث جمال الشخصية والسن والأداء وكل حاجة في الدنيا. بناتنا في البرلمان أصغر النائبات بيعملوا إيه؟ تعالوا نشوف التقرير ونرجع. أنا أهو يا فندم، هكذا كانت النائبة دينا عبد العزيز، قد أثارت حالة من الانتشار والسخرية حين بدا صغر سنها خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب وهي تؤدي اليمين نائبة عن دائرة حلوان والمعصرة. لكن دينا عبد العزيز الباحثة الاقتصادية بوزارة التعاون الدولي كانت تعلن بهذه الكلمات عن وجود المرأة في مجلس النواب، وها هو يفتح أبوابه لكل شابة بلغت من العمر 25 عاماً فأكثر. دينا عبد العزيز وكانت تبلغ من العمر 31 عاماً استطاعت الحصول على عضوية البرلمان بعد ترشحها مستقلة في معركة سياسية مع 7 مرشحين، وأثبتت أن المرأة في مجلس النواب لا يقتصر دورها على قضايا المرأة، فقدمت أسئلة حول مصانع قطاع الأعمال في دائرتها حلوان، وواجهت دعوات بعض النواب بشأن ملابس النائبات في البرلمان، مؤكدة أن دور البرلمان هو الاهتمام بالرقابة والتشريعات وليس ملابس النائبات. يضم مجلس النواب من أصغر النائبات أيضاً النائبة كارولين ماهر التي تعد أول مصرية يتم تكريمها في قاعة المشاهير في الولايات المتحدة الأمريكية لما حصدته من ميداليات دولية في رياضة التايكوندو والحاصل على لقب أحسن لاعب تايكوندو من عام 2004 إلى عام 2008، وحازت أكثر من 130 ميدالية في بطولات إقليمية ودولية. خلال مشاركتها بدورة البرلمان تقدمت بطلب لتعميم السياسة الداخلية لمكافحة التحرش والتي أقرتها وزارة الشباب والرياضة، واهتمت بتقديم قانون يضمن حقوق لاعبي الألعاب الفردية والمدربين من الناحية المادية، وقانون لمنح بعض الحقوق للأطفال خريج دور الرعاية. وتأتي أيضاً نهى الحميلي بين أصغر النائبات في مجلس النواب وهي حاصلة على ليسانس الحقوق عام 2011، ولم يكن قد سبق لها التعيين في أي وظيفة حكومية، ونجحت في جولة الانتخابات بدائرتها ضمن قائمة في حب مصر. بنات شابات داخل البرلمان المصري اللي كانت موظفة واللي كانت بتهتم بالعمل العام دخلوا لما أتيحت الفرصة، ولما شفنا أدائهم الحقيقة كانوا نمور داخل البرلمان المصري. عندنا الفرصة ما زالت موجودة زي ما قلت اللي عندها 25 سنة فيما فوق. في دراسة مهمة